مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقه جديده واسبوع جديد من مساء الخير. خلينا نبدا مع حضراتكم النهارده، وعندي ثلاث اشادات هامين جدا. هبدا بالاشاده الاولى وهي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بعد زيارات كتيره خارجيه يمكن اخرهم جيبوتي، واللي يعني مسافه ما بينهم 14 ساعه بالطيران واخذها في يوم واحد. وفي نفس اليوم كان عنده العديد من الجلسات السياسيه والعديد من عنده مأموريات كتيره كان عايز يقوم بيها واداها على اكمل وجه ما بين جيبوتي. في نفس اليوم رجع، يعني 14 ساعة. تاني يوم بالضبط كان موجود في الشارع، التقى بالمواطنين، بيتابع المشاريع. إشادة بالرجل الذي لا ينام، بالرجل اللي بيدينا مثال دايما طول الوقت إن إحنا لازم نشتغل، مفيش وقت أبدا للكسل. الإشادة التانية هتكون بالشعب السوري، الشعب السوري اللي استحمل سنوات كثيرة جدا من تقريبا كان في حالة محاولة إبادة جماعية للشعب السوري، لكن صموده اللي خلى العالم كله يتابع الانتخابات الرئاسية اللي كانت أول أمس، والثبات اللي كانوا فيه. تقريبا مفيش قناة، مفيش دولة إلا واهتمت بالنتيجة الانتخابات الرئاسية السورية، واللي الحمد لله واضح إن فيه إجماع، فيه قبول، فيه رضا من الشعب السوري لهذه النتيجة، وفرحتهم بالدكتور بشار الأسد اللي استحمل معهم كتير، وقف جنب بلده علشان لا تباد. صحيح محتاجة مجهود كبير، لكن يستاهلوا الإشادة شعب ورئيس، وده اللي هيخلي إن شاء الله سوريا ترجع أكبر وأفضل من الأول بكتير إن شاء الله. الإشادة الثالثة هتكون للنادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. إدارة جيدة تعني نتائج جيدة، إدارة فاسدة، إدارة غير منضبطة تعني على طول نتائج فيها خسارة وأيضا نتائج غير منضبطة. فكرة اللي شفنا حصول النادي الأهلي على السوبر الأفريقي بالأمس، والحمد لله هم رجعوا بالسلامة لأرض الوطن النهاردة، قد إيه الناس كلها فرحانة. هو فريق مصري فاز بميدالية مهمة، يمكن البطولة مش هي الأهم، لكن اللي هممني فكرة المثل اللي ضربوا النادي الأهلي للعالم كله بأن هم يقلدوا رئيس النادي الأهلي الكابتن الخطيب بالميداليات بتاعتهم. من أول لعيب هو بيسلم على الكابتن الخطيب وهم راجعين بياخدوا الميداليات بتاعتهم واداها له الكابتن الخطيب، كان مستغرب شوية، دخل اللاعب الثاني عمل نفس الحركة وأهدى الخطيب الميدالية، ولحد ما كمل باقي الفريق. فكرة الروح دي اللي بتقول إن إحنا بنشكر إدارتنا اللي هي سندتنا إن إحنا نبقى من الأبطال دلوقتي. تخيلوا كام بطولة بس في الكام شهر اللي فاتوا دول النادي الأهلي، عدد لا يحصى. حقيقي نفسي يبقى عندنا كل نوادي مصر بهذا الشكل، نادي منضبط، نادي نتائجه منضبطة علشان إدارته منضبطة. اللي أنا شفته من اللعيبة وشفته من الجمهور طوال الفترة اللي فاتت هو رد على إدارة بترسي مبادئ الإدارة السليمة، الإدارة الحكيمة اللي بدون محاباة، فقط المصلحة العامة للنادي. بيتغلط فيهم، بيتشتموا، بيهانوا، بيتعرضوا لبعض الأقاويل الغير منضبطة، لكن ما بيتمش أي رد، فقط صمود وصمت أدوا إلى نتائج محترمة. كل أنا عايزة أقول النهاردة الإدارة هي أهم جزء في أي منظومة. الإدارة اللي ما بتحبيش، الإدارة فقط اللي هي بتدور على مصلحة المكان اللي هي فيه، النتائج هتكون زي ما شفنا كده. كمان مش فوز وبس، لا، تقدير واحترام من رجالتك، من لعبتك، من كل اللي بيشتغلوا معاك. نتمنى ان كل الامثله، يعني يمكن نادي الزمالك اخذ حزو رائع ان هو على طول كان اول نادي يهني النادي الاهلي بالفوز. الروح الرياضيه دي محتاجينها جدا في الشارع المصري، لان دي بتعكس شكل الشارع المصري ايه. ثلاث اشادات النهارده كانوا مهمين جدا، كان نفسي ابدا بحاجه ايجابيه، والايجابيات كتير جدا، لكن عندي العديد من الاخبار في حلقتي النهارده. هسيبكم فاصل بسيط وهنرجع ناخد فقرتنا الاخباريه.